الزمالك بيبدع ويمتع في اياب دور ال 32 وبيصعد لدور المجموعات في مباراه عمل فيها كل حاجه، نتيجه واداء وامتاع ولعب على الارض ولعب عالي وتكتيك مختلف وتشكيله مختلفه وحاجات كتير قوي الزمالك النهارده عملها في مباراه تذكر الكيني. زي ما الحلقه دي وصلت لك انزل اعمل لايك، عشان اللايك بيساعدنا في انتشار الحلقه، فانزل اعمل لايك. ولو اول مره تشوفني انزل اعمل اشتراك في القناه وفعل الجرس عشان الحلقات تجي لك اول باول. يلا بينا نخش في الحلقه. حطني رقم واحد في القصير. الزمالك النهارده بدأ بنفس تشكيل المباراه اللي فاتت، مفيش اي تغيير في التشكيل، ولكن النهارده الزمالك غير اسلوبه في الملعب. الزمالك في المباراه الاولى ضد توسكر في كينيا كان اعتماده الرئيسي والاعتماد الاول على الكره الطويله، كنا بنحقق يعني كان الزمالك نوعا ما في المباراه الاولى فاصل نص ملعب، تحس ان هو بيلعب بدون نص ملعب، مش بيستخدم نص ملعب في حاجه غير في استخلاص الكوره، غير كده مش بيساعد مثلا نص ملعب في بدء الهجمه، في تحضير الهجمه، في دي في المباراه الاولى في كينيا. ولكن في مباراه النهارده لا، الزمالك النهارده بيلعب على الارض اكتر من لعب على الكره العاليه. الزمالك بيحاول يحضر لعب، كنا بنشوف بتحضير اللعب ان امام عاشور بيحاول يزيد شويه لقدام وطارق حامد بينزل لورا عشان يبتدي يستلم من الاثنين قلوب الدفاع ويبتدي الهجمه عن طريق طارق حامد، وطارق حامد يبتدي الهجمه ويبتدي يعمل كذا نمط. الزمالك كان بيعمل شكل كذا شكل النهارده. الشكل الاول ان هو يلعب على الاطراف، كان طارق حامد يستلم الكوره ويبتدي يلعب على الاطراف سواء لبن شرقي او لزيزو او حتى للباكات فتوح او مثلوسي. والحاجه الثانيه او النمط الثاني اللي كان بيحاول الزمالك يشتغل عليه وهو الاختراق من عمق الملعب وعمق فريق الكيني، والعمق بتاع فريق الكيني النهارده بصراحه كان مفتوح، كان مفتوح نوعا ما شويه، كان بيساعد الزمالك ان هو يوصل للمرمى من عن طريق العمق، وده كان عاجبني الشوط الاول ان الزمالك بيلعب على الارض كتير، بيمرر الكره كتير وياخد ثقه قدام فريق الكيني. الفريق الكيني بيغلط كتير، بيتلخبط كتير بسبب التحركات بدون الكره من لعيبه الزمالك، وكمان الكوره ان الزمالك بيلعب باص كتير، باص 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 باص، فالفريق اللي قدامه اللي هو يخاف يتهز شويه، اللي هو الفريق ده فريق كبير، فريق بيلعب كوره عنده امكانيات اعلى مننا، لا احنا نقلق منه ونخاف منه. وده اللي الزمالك عمله الشوط الاول، خلى تذكر الكيني خايف منه، وفي اول 10 دقايق قدر يحقق المطلوب وقدر يسجل الهدف الاول عن طريق يوسف اوباما. يوسف اوباما اللي انت مش فاهمه، اللي انت حرفيا مش فاهمه، المباراه الاولى اداء غير غريب جدا وبدأ انفراد ومش اي حاجه، المباراه الثانيه النهارده جولين واسيست، جايب جولين وعامل اسيست في مباراه عمل بيها شكل كويس. ولكن برضه اللي انا مصر عليه واللي انا مصمم عليه ان يوسف اوباما ما بيعملش مهام مركزه. شفنا كتير النهارده ميس باص، فقد الكوره بشكل غريب في نص ملعب الخصم، مش بيقدر يرفع الكوره ويلعب ويوزع اللعب وكل الكلام ده، ما بيعرفش يعمل مهام لاعب صانع الالعاب. يوسف اوباما لاعب مهاجم تاني كويس جدا، لاعب فولس ناين كويس جدا، حتى لو لعبت اوباما نمره 9 برضه يبقى كويس، لان اوباما دي مهامه، لكن ما بصنع العاب واللي يستلم الكوره ويبتدي يقف على الكوره ويوزع لعبه او ياخد الكوره من لعيبه نص ملعب ويلف بيها ويلعب كرات طويله وكرات طوليه وكرات قطريه، دي مش بتاعه يوسف اوباما. خلينا صراحه، خلينا نعرف في الحته دي ان الحاجات دي مش بتاعه يوسف اوباما. الزمالك الشوط الاول في اول 11 دقيقه قدر يسجل عن طريق يوسف اوباما بلخبطه من دفاع الكيني بيحطها لب من فوق مدافعين، والهدف الاول للزمالك عن طريق يوسف اوباما. الزمالك اللي عجبني بعد الجول الاول انه مهديش، ان انا مش هادي، لا انا هحاول اجيب الجول الثاني عشان اخلص المباراه تمام، وده اللي عمله الزمالك في الدقيقه 19. سيف الدين الجزيري بالكوره يعني كي باس من بن شرقي بوش رجل زيزو بيوقف الكوره ويستلم الكوره بيمينه ويهديها ويرفع كوره مسطره على نفس سيف الدين الجزيري. سيف الدين الجزيري بيلوي جذعه شويه كده ويحطها الجول الثاني للزمالك، و2-0 للزمالك. وخلاص من اول 20 دقيقه في المباراه الزمالك شبه خلص المباراه، والكلمه دي كلمه ان الزمالك شبه خلص المباراه ادت ان الزمالك يهدى بعد الجون الثاني. مش هقول لك الزمالك هدي وادى الكره للكينيا وهو اللي ابتدى يهدي الريتم، لا الزمالك ابتدى نوعا ما يهدى، لعيبته تاخد خلاص ان احنا مش محتاجين نبذل مجهود اكبر او مش محتاجين ان احنا نعمل اداء اعلى، خلاص احنا جبنا 2-0 خلصنا المباراه، مش محتاجين اصابات، نهدي الدنيا شويه، نهدي الدنيا ونلعب. وتهدئه الدنيا دي خلت تذكر الكيني يتجر عليك، ياخد فرصه عليك، يوصل لمرماك، يحاول يسدد على مرماك، وده كان شيء مش عاجبني للزمالك. بنهايه الشوط الاول لو انت خدت تقريبا 10 دقائق من الدقيقه 20 للدقيقه 30 تذكر الكيني بيحاول هو يوصل لمرماك، بيحاول هو يلمس الكوره. لكن الزمالك بعد يعني بعد الدقيقه 30 خلاص الزمالك ابتدى يمسك الكوره اكتر، بس اللي كان
غريب في الزمالك في الشكل التكتيكي ان انت في مباراه زي دي بتحاول تخترق من عمق وانت شايف ان العمق بتاع تذكر الكيني ضعيف وتقدر تخترقه. كان لماذا بن شرقي بعيد قوي عن المرمى؟ كنا شايفين النهارده بن شرقي الشوط الاول فاتح الملعب قوي على الخط، وده شيء ما كانش بيفيد الزمالك. ان بن شرقي فتحان على الخط وفتح الملعب او ستريتشنج للملعب بالطريقه دي كان مخليه الزمالك مش عارف يوصل للمرمى الشوط الاول، بسبب ان اللاعبين بعاد على العمق، بعاد على المرمى، فاتحين قوي على الخطوط، وده كان شيء غريب. اللي انت العمق شايفه مفتوح فقرب اللاعبين، خلي اللاعبين قريبه نوعا ما من المرمى، وخصوصا بن شرقي اللي يقدر يخلص لك باي كوره زي المباراه الاولى. ولكن الزمالك قدر يخلص الشوط الاول 2-0 وبنسبه كبيره بيخلص المباراه اكلينيكيا. الشوط الثاني الزمالك بينزل عشوائيه تامه. بالشوط الثاني بقى مش عاجبني ده الزمالك الشوط الاول، حتى كتبت بوست على فيسبوك ان الزمالك عامل مباراه مميزه، شوط اول مميز، وفي بعض اللمحات، بعض اللمحات اللي كنت بتكلم عليها اللي انت اول حاجه بعد الجولين سبت الكره لكينيا ورجعت لورا، دي شيء غريب قوي من الزمالك. انت بتلعب فريق مش بتلعب ترجي ولا الوداد ولا حد تقيل في افريقيا، بتلعب فريق من كينيا، دي حاجه. الحاجه الثانيه ان انت الشوط الثاني قدمت شوط، مش هقول لك افضل حاجه، لكن انت قدمت شوط في بدايته كان شوط سيء. وزي حاتم بطشه ما قال ان انت في اول 10 دقائق او ربع ساعه في المباراه انت كنت لسه ما دخلتش الماتش، كنت لسه ما دخلتش الشوط الثاني، كنت لسه ما دخلتش الاجواء. كان الزمالك بيعتمد بقى على الشوط الثاني او في بدايه الشوط الثاني على الكرات الطويله، نلعب كره طويله على سيف الدين الجزيري، سيف الدين الجزيري يحاول ينزل الكره لتحت على طرف من الاطراف او ينزل الكره لاوباما اللي بيبقى قريب منه جدا، وابتدي الزمالك يعمل شكل من على طريق الحركات دي او عن طريق النمط ده. والنمط دوت ما طولش كتير لان بعد النمط ده ما عمله والزمالك ابتدى يلعب باداء سيء، رجع تاني الزمالك للكره على الارض، وبعد ما رجع الكره على الارض وصلت للجون تذكر الكيني اكتر، قدرت تسجل جولين، وبالجولين شيكابالا، شيكابالا نزل في دقيقتين يعمل لك كي باس يوصلك للمرمى اسيست جول في المرتين، مره بيعدي ويدي اوباما، اوباما بن شرقي جول، ومره بياخد الكره من لمسه واحده يدي زيزو، يدي اوباما برده او يدي زيزو تقريبا، هو زيزو ويدي اوباما، اوباما الجول الرابع، خلاص بتخلص الماتش، تصعد لدور المجموعات، 5 اهداف، اداء ونتيجه وشكلك ثابت في ارض الملعب، رجلك ثابته في ارض الملعب، ده شيء كويس. ان انت حتى استعدادا للدوري خلاص اللي هيبدا يوم الاثنين، فان انت خلاص انا ثابت بدنيا فنيا تكتيكيا، كسبان في افريقيا رايح جاي بره ارضي وجوه ارضي، فالزمالك شكله حلو، بعض اللاعبين عاملين اداءات مميزه قوي قوي قوي، ابرز اللاعبين دول من وجهه نظري رجل المباراه هو محمود علاء. هتقول لي ازاي محمود علاء رجل المباراه؟ ده هو جايب جولين واسيست، وزيزو جايب اسيستين، وبن شرقي جايب جول، ازاي يعني؟ اقول لك النهارده محمود علاء قدم مباراه من ايام الكونفدراليه بتاعت 2019، ده محمود علاء اللي احنا بنعرفه، ده محمود علاء اللي الزملكاويه كان بيقول لك محمود علاء من افضل المدافعين في افريقيا، ده محمود علاء اللي بيعمل تاكلينج صح، اللي بيطلع الكوره صح، اللي بيجي لي الالعاب الهوائيه سواء في الدفاع او في الهجوم، اللي بيطلع ياخد الكوره بدماغه وينزل ياخد الكوره من الارض، يعمل تاكلينج، يطلع الكوره كويس، يستخلص الكوره بكل سلاسه وبكل رجوله بدون ما يعمل فاول. محمود علاء النهارده قدم مباراه كبيره جدا جدا جدا، واستحق عليها ان هو يشيد بيه زي ما كان جمهور الزمالك الفتره اللي فاتت كان بينتقد محمود علاء بشده. محمود علاء بيعود النهارده وبيعلن عودته من جديد وبيقول انا هنا انا موجود، ودي حاجه تحسب له ان هو ما اتدمرش وخلاص يتنفي، لا محمود علاء رجع من جديد، وبكل احترام وكل تسقيف مبروك عوده محمود علاء. محمود علاء عمل اداء مميز النهارده وانا مبسوط لمحمود علاء، انا واحد بحب محمود علاء بصراحه. فمحمود علاء لما رجع تاني لمستواه واللي احنا بنشوف نوعا ما بيرجع لمستواه تدريجيا، فده شيء بيبسطني جدا 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 جدا. في الاول والاخر ده كان راي شخص واحد في مباراه الزمالك وتذكر كيني، قول رايك انت في الكومنتس، قول توقعاتك كمان للزمالك ممكن يقع مين مع المجموعات، قول توقعاتك في الكومنتس. لو حضرتك ما تنساش تعمل لايك، لو اول مره تشوف نعمل سبسكرايب فوق نفس الجرس عشان تجي لك اول باول، وريت تابعنا على السوشيال ميديا بتاعتي هتلاقيها في الديسكربشن تحت، فيسبوك وتويتر وانستجرام، ومش على فيسبوك، تويتر كمان. مع مصطفى، اشوفكم الحلقه الجايه، سلام.